ما شاء الله من منطقة الدوار. صبر يا شباب، صبر يا شباب. بنقول لكم هذه المناظر من مدينة نابلس وقبل الإفطار. رجعنا للدوار، ولو انه في الساعات الاخيرة في اخر لحظة من مساء اليوم وقبل الافطار بدقائق معدودة، لا يزال السوق عامر والناس في الشوارع، الكل جاء ليشتري حاجاته قبل الافطار، يعني الكل بحذر. هلا انتقلت من هذه المنطقة إلى منطقة مبنى بلدية نابلس، هاي خفت السير لأنه المطاعم خفت في هذه المنطقة، الكل ما شاء الله. هلا هذا شارع الدكتور نافذ القريب من مبنى بلدية نابلس. مرينا عن شارع اللي بننزل على كراج حوارة سابقا، ودخلت في سوق الحدادين في مدينة نابلس. ما شاء الله رب العالمين. بدي اخذ من نظمة بقدونس. ما شاء الله. وهكذا يتجمع الناس على المطاعم والوجبات السريعة في بلدنا. خلص. ما شاء الله رب العالمين. طيب إلى هنا أيها الإخوة، هذا مستوصف الرحمة، بكون قد أنهيت الفيلم الثالث من تصوير اليوم الجمعة 13/8/2010 من مدينة نابلس.